اليوم نصل لختام دوري شهداء درنا، هذا الدوري اللي كان بمشاركة قطاعات الإدارية بمدينة سرت، مشاركة عدد 16 قطاع، واليوم وصلنا لنهاية الدوري اللي جمع بين جهاز النهر وشركة مياه والصرف الصحي آسف. وطبعا هذا الدوري يعني كان يعني وقفة تضامنية مع أهلنا في درنا، وبالأخص يعني وسط الرياضي، يعني نادي دارنس ونادي الأفريقي، وبما مروا به أهلنا في درنا، وإن شاء الله يعني درنا تعود أفضل من قبل مزدهرة، ونترحم على أرواح كل من فقدنا في مدينة درنا المنطقة الشرقية عامة، وكل أصدقائنا يعني في وسط الرياضي، يعني في وسط الرياضي متألمين جدا، يعني فقدنا عديد من الإداريين وعديد من اللاعبين اللي نترحموا عليهم في هذا اليوم،
وطبعا الدوري هذا يعني كان بمجهودات بعض الشخصيات الرياضيه مدينه سرت وبعض رجال الاعمال، وكذلك لا ننسى الفضل الكبير اللي كان لبلديه سرت اللي تكفرت يعني بجوائز الترتيب الاول والثاني، وكانت يعني منافسه قويه بين جميع الفرق وشاهدنا عده مواهب مدينه سرت. وان شاء الله نتمنى هذه التظاهرات الرياضيه يعني تكون السنوات القادمه يعني ان شاء الله باذن الله تكون اكثر يعني حماس واكثر تشويق، وان شاء الله نلتقي في اعراس رياضيه اخرى ونلتقي ان شاء الله باذن الله في درنا وتكون بحله جديده جميله يا رب العالمين. البدايه نشكر قناه المسار على تواجدها الدائم في كل المحافل الرياضيه. اليوم ختام دوري شهداء درنا والذي اقيم داخل نادي خليل سرت بالتحديد داخل ارضيه مرحوم احمد الغزال. طبعا هذا الدوري كان خاص بالقطاعات الاداريه ببلديه سرت بمشاركه 16 فريق. اليوم طبعا كما شاهدنا وتابعنا كان المسك الختام واللقاء النهائي والذي جمع فريق شركه المياه مع فريق جياز النهر، ونبارك لفريق شركه المياه تتويجها بكاس بهذا الدوري وحط كل الفرق في البدايه حقيقه، ونشكر كل من ساهم ودعم هذا الدوري حقيقه كل جهات القطاعات وعلى راسنا المجلس البلدي سرت حقيقه اللي راعى هذه الدوري، وايضا تحيه طيبه لنادي خليل سرت ولكل القطاعات حقيقه اللي ساهمت في هذا نجاح الدوري، والتحيه للجنه المشرفه والحكام والزملاء الاعلاميين الحقيقه كلهم كانوا متواجدين وكانوا كان لهم دور كبير في نجاح هذا الدوري، ونتمنى تستمر هذه الدوريات في داخل بلدية سرت. تم اختتام دوري شهداء درنا والذي يقيم داخل أروقة نادي خليل سرت. حقيقة 16 فريق شاركت في هذا الدوري من مختلف قطاعات المدينة. الدوري كان من بدايته إلى ختام اليوم مميز بالروح الرياضية وكذلك بالأجواء الرياضية اللي كانت سائدة سواء من الجمهور أو من اللاعبين. للأمانة الدوري كان فيه نوع من التضامن وكذلك نوع من نقدر نقوله الغصة في بسبب شهداء مدينة درنا اللي تم تسمية الدوري على هذا الاسم، ولكن الحمد لله رب العالمين. دائما الرياضة تجمع الجميع، دائما الرياضة هي المفتاح الأساسي لكل تضميد الجراح داخل ليبيا سواء في مدينة درنا أو في كل المدن الأخرى. Thank you.